السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كروشيدا في الكروشي والأعمال اليدوية. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو مع بعض هاد الشفاة هادي بطريقة حديثة وبطريقة سهلة وبسيطة، وغادي نخدمو هاد الضريس هذا اللي كيتواتى مع الشفاة، ومن بعد غادي نخدمو نصدق لهاد الجلابة هادي اللي هي جلابة ديالي، وبغيت نخدمها بواحد الطريقة مغيرة واحد شوية على المعتاد، وغادي نشارك معكم جميع المراحل من الأول إلى الأخير. كنتمنى أن الموديل يعجبكم، وبالنسبة للأخوات يلا التحقوا بالقناة جدد، يلا كيشوفوا أول مرة الفيديو. إذا عجبكم المحتوى ديال القناة ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. الأدوات المستعملة، هذا الخيط هذا المبروم أو لا خيط ديال الطرز، كروشي رقم 8، وهذا الخيط هذا رجعته على 6. طريقة ديال البريم غادي نخليها في صندوق الوصف. بسم الله على بركة الله. غادي نخدمو 7 ديال السلسلة. نقطة البداية كنحسبوهاش، 1 2 3 4 5 6 7. هنايا غادي نمشي للسلسلة الرابعة، وغادي نخدم غرزة عمود موالية غرزة عمود، فنحصلو على 5 ديال الغرز. على 5 ديال الغرز عمود غادي نلفو الخدمة ديالنا، وغادي نخدمو 2 ديال السلسلة. هنا غادي نخدمو غرزة عمود، وراها هنايا غرزة عمود، وهنا في هاد البلاصة هادي غادي نخدمو على هاد الطريقة هادي 3 ديال المرات في هاد الفراغ. من بعد غادي نجمعهم كاملين في خيط واحد على هذا الشكل، موراها غادي يبقى لنا 2 ديال الغرز عمود، 1 2. هذا السطر الاول. السطر الثاني غادي نقلبوا العمل ديالنا، وغادي نخدموا 1 2. غادي نمشيو هنايا لهذا المكان، وغادي نخدمو غرزة عمود، وفي هذا الفراغ هذا غادي نخدمو على حسب 3 ديال، غادي نجمعو 3 ديال المرات على هذا الشكل، ونجمعوهم في خيط واحد. موراها فوق هاد الخدمة هادي غادي نخدمو غرزة عمود، موراها غادي نمشيو هنايا وغادي نخدمو غرزة عمود، وهنايا غادي نلفو الخيط على هاد الشكل 3 ديال المرات، وغادي نجمعوهم كاملين هكا. غادي يبقى لنا غرزة واحدة اللي هي الأخيرة، غادي نحصلو على هاد الشكل هذا. غادي نلفو الخدمة ديالنا، وغادي نوليو نخدمو بحال السطر الأول اللي هما غادي يتكرروا مرة كل هاد 2 ديال السطورة اللي غادي نبقاو خدامين بيهم. هنايا فوق هاد غادي نخدمو غرزة عمود، وهنايا غرزة عمود في الوسط، غادي نلفو الخيوط
هنا على هاد الغرزة من الفراغ بحال الشكل هذا ثلاثة ديال المرات، نجمعوهم نخدمو جوج ديال الغرز عمود. هاد جوج ديال السطورة هما اللي غادي نبقاو خدامين بيهم حتى نكملو الطول المرغوب فيه. غادي نزيد معاكم سطر واحد اخر، هنايا غادي نخدمو غرزة عمود عادية، وهنايا غرزة عمود، هنا في هذا الفراغ نخدمو نفس الطريقة باش تجينا بحال المقروطة. هنا غرزة عمود وغرزة عمود أخيرة. وحنا حصلنا على هاد النتيجة هادي، كنبقاو غاديين حتى نحصلو على الطول اللي بغيناه. من بعد غادي نرجع معاكم. من بعد ما كملنا الطول المرغوب والطول كيفاش خديت القياس ديالو، خديت من تحت ديال الجلابة هنايا حتى البلاصة فين غادي نركب فيها المصدوق، وبطبيعة الحال خدمت الحبيك هو الأول، دورتها على الجلابة كاملة حتى القب وهبط لتحت على هذا الشكل هذا. من بعد ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي تلصقوا بهاد السيفه هادي الجانبين. ودابا غادي نخدموا هاد الريس هذا على الكم الثاني، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش حبكت هاد الجهتين. تقدروا تلصقوا بالإبرة والخيط باش تقدروا تشدوا العبار ديالكم، انا كنفضل انني نحدد كتجيني طريقة سهلة. هادي هي الطريقة ديالي ديال الحبيك، كنمشي للجهة فين كاين الخياطة كنبدا بها هي الاولى، وهنا كناخد الخيط ديالي هكا على هاد الشكل، وهذا كنحاول انني ندخلو في الخدمة ماشي كله واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الغرز، ومن بعد كنقطع ديك الزيادة نخلي واحد شوية ديال الوسع ما بين هادي وهادي. غرزة حشو سلسلة غرزة حشو سلسلة، نبقى غادي هكا حتى كنكمل الكم كله حتى نوصل هنايا، وغادي نرجع معاكم. بطبيعة الحال هاد الزيادة هادي غادي نقطعها بالمقص. من بعد ما كملت الحبيك كيجي على هاد الشكل، غادي نخدم السطر الأول، واحد جوج ثلاثة، غادي نمشي هنايا وغادي نخدم غرزة عمود سلسلة غرزة عمود سلسلة غرزة عمود، وغادي نبقى غادي على هاد الطريقة هادي حتى نكمل السطر ديالي كله ونرجع معاكم.